رحنا عند البل المجموعة كاملة عند بل ابو حشر، وحنا راجعين مر ابن غازي قال ابا اوديكم للمعالجة، ومرينا المعالجة. المهم قالت لي عندي اشياء وصرفت لي علاجات ومستمر عليها الحين لي 14 13 منها وحب. المهم اموري تمام الحمد لله، واحس بعافية وخير، والله يكتب اجرها ولا يحجب عنها. لكن صار عندي مشكلة، الي اسبوع ما عاد اقبل صوت غازي، الي سمعته احس بغلقه واحس اني انكتم واحس اني تصل لمرحله اني بستفرغ. واليوم جاء ما تواجهنا الا اليوم، من بعد بديت استخدم العلاج. اقسم بالله اني في حاله، لا جاء في المجلس من يمين جيت فيه من يسار، ولا طالعت فيه جسمي مغرت قارص وحالتي يقشطني يقشطني جسمي قشط وعرق الاكيد انا والله ماني بمتطير ولاني من الناس اللي يتطيرون ومؤمن بالله يعني وقضاه وقدره، بس عاد ما ادري ايش صار مني. ومن اليوم اقلبها في راسي اقول ها 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 ما ابروح ابقرب غازي وبجلس جنبه وبحاول اني اتجرأ والكاميرا شغاله علشان احاول اني ابعد شوي عن بعض التفاكير لعل وعسى والله يكتب اللي فيها الخير ان شاء الله. غازي ينحب وكل ما من ينحب، لكن ما ادري عاد وش اللي صاير، اعوذ بالله من الشيطان. يا ابو عبد الله كيف حالك؟ شلونك؟ طيب والله بخير والله. يا ولد يقولون انك ما تدانيني الحين، ولا تداني تشوف شكلي ولا تسمع صوتي. اقول الله يكتب اجرك ان شاء الله، انه من زياده اجرك ان شاء الله. وانا والله انه واقعيا اني بعد يعني اكلت العلاج واستمريت على هذه الحين حوالي 16 يوم، اني حقيقة صار في شيء ما اقدر والله اني ما اتجرى اقول لك، بس كذا قل قل لا عادي. وش انا يا اخوي انغث؟ اسالك بالله علي الحرام اني انغث يا ربي. طيب وش سويت لك انا؟ ويعرف افعل خير يجيك شر. موديك المعالجة ومعالجتك وقايلت ان عندك كيت وكيت والحين تعود علي انا انا وش دخلني؟ ما هبيدي ايه اللي معك ما يدانون. اقسم بالله يا ابو ربيع اني وانا جالس جنبك الحين جسمي تقارص، اعوذ بالله. اقسم برب البيت لا المسلمين اللي معي ما يدانون الكفار اللي معك. الظاهر ان شاء الله انهم يتدانون ويجتمعون ان شاء الله. لا حول ولا قوه. يا بدر يا ابن عمي ما هبيه والله، ما انت في القلب والله يا ابو ربيع. بس طيب انت طيب الرجال اللي راحوا معك 10 وش معنى ما كرهت الا لا؟ ادري يمكن مدري الرجال هذول يمكن يا متى تجيك؟ لا استخدمت ملح موسى ما عاد الدانيني ملح موسى ولا وش اسمه هذيك المنعنشه ولا دخن عنبر دخني كلها يا ابن الحلال والله العظيم اني. طيب انا وش ذنبي الحين تحاطني على راس النور؟ ما هو تمثال، ما هو بكذا، بس شيء في الخاطر والله. مدري انت عشانك وديتني، مدري وش المشكله. انا مدري ابدري وش الكارثه. اللي يقول لك العلوم هذه من اللي داخلك؟ ما هو الحين احس بغلقه تكة اني اليوم اني شفتك والله سمعت صوتك. انا ما شفتك من هاك الايام. اسالك بالله من جدك؟ اقسم برب البيت اني صادق ورب الايمان. ما طقطقه؟ والله اني صادق اكرمك والله. ما تروح او شو اسوي؟ انا اللي بقوم، انا اللي ادرك. ابعد عنك.